بالنسبة لمدينة نصر هناك تطور كبير جدا في الإنشاءات، هتشوفوه أكتر وأكتر خلال الفترة القادمة. خلينا برضو نتعرف على كل هذه الأمور من خلال الأستاذ طارق أندير، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب لجنة الاشتراكات في العضويات، أنا آسف، في النادي الأهلي. أستاذ طارق، إزاي حضرتك يا فندم؟ ويعني تحية كبيرة لحضرتك. إزيك يا كابتن إسلام؟ وحشنا جدا يا أستاذ طارق. ليك وللقناة والمشاهدين. وحشنا جدا يا أستاذ طارق. ربنا يخليك يا كابتن إسلام. ربنا يخليك. الله يبارك لك يا أستاذ طارق. أستاذ طارق، لماذا تم رفع عضوية النادي الأهلي من 350 ألف جنيه ل 500 ألف جنيه بداية من أول فبراير القادم؟ بالنسبة للعضوية العامة يعني. العضوية العامة يعني سواء 350 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه، بالنسبة لكم الإنشاءات ومساحات فروعنا والمقر وجميع إمكانيات النادي الأهلي، هي تعتبر في حكم المعقول ومقارنة بالأندية الأخرى كلها يعني. نعم. لو تبص على إمكانيات النادي الأهلي والمساحات الموجودة وكم الإنشاءات اللي بتتم وكم الاستفادة اللي بتحصل سواء من الخدمات الاجتماعية أو الرياضية لعضو النادي الأهلي، حاجات كلها يعني تساوي أكثر من مبالغ يعني. حاجات العضوية العامة دي بتمثل أولاً إنك بتبقى عضو في جميع فروع النادي، يعني عضو في مقر الرئيس اللي هو الجديدة، وعضو في الشيخ زايد اللي هو من تحت حوالي 127 فدان تقريبا، وعضو في القاهره الجديده اللي ان شاء الله هتبقى مساحته ما يعني حوالي 50 فدان، وعضو في مدينه نصر اللي هو برضه بيقع على مساحه كبيره جدا من في قلب العاصمه يعني، يعني يعتبر برضه جزء كبير منه اللي هو بنعتبره هو على فكره مدينه نصر بيعامل معامله المقر يعني. نعم. العضو اللي فيه. فمع ان شاء الله ما يستحدث من فروع للنادي الاهلي. فلو تبص على السعر ده سواء 350 الف جنيه او 500 الف جنيه، فهو سعر ملائم جدا ومش عايز اقول اقل من انديه اخرى ممكن تكون اقل امكانيات واستفاده من الاعضاء والخدمات الاجتماعيه او الانشائيه. تمام. عايز برضو اعرف طبيعي ان انت المفترض ان بيحصل تطور في الاسعار نفسها مع القيمه السوقيه طبعا يعني، دي بيبقى مفروغ منها. فعشان كده الجماعه يوميه كان عارض عليها ان العضويه تبقى ب 500 الف ابتداء من اول فبراير، العضويه العامله الكامله لكل المقر وكل فروع النادي الاهلي. وعضويه الشيخ زايد من 125 الف ل 175 الف من اول فبراير برضه. وعندنا عضويه التجمع اللي هي 200 الف. اللي بيشترك في فرع القاهره الجديده لغايه اخر يناير اللي هو لغايه الايام الباقيه من في مدينه نصر. نعم. اللي هو برضه بيقع على مساحه كبيره جدا من في قلب العاصمه يعني، يعني يعتبر برضه جزء كبير منه اللي هو بنعتبره هو على فكره مدينه نصر بيعامل معامله المقر يعني. نعم. العضو اللي فيه. فمع ان شاء الله ما يستحدث من فروع للنادي الاهلي. فلو تبص على السعر ده سواء 350 الف جنيه او 500 الف جنيه، فهو سعر ملائم جدا ومش عايز اقول اقل من انديه اخرى ممكن تكون اقل امكانيات واستفاده من الاعضاء والخدمات الاجتماعيه او الانشائيه. تمام. عايز برضو اعرف طبيعي ان انت المفترض ان بيحصل تطور في الاسعار نفسها مع القيمه السوقيه طبعا يعني، دي بيبقى مفروغ منها. فعشان كده الجماعه يوميه كان عارض عليها ان العضويه تبقى ب 500 الف ابتداء من اول فبراير، العضويه العامله الكامله لكل المقر وكل فروع النادي الاهلي. وعضويه الشيخ زايد من 125 الف ل 175 الف من اول فبراير برضه. وعندنا عضويه التجمع اللي هي 200 الف. اللي بيشترك في فرع القاهره الجديده لغايه اخر يناير اللي هو لغايه الايام الباقيه من الشهر ده ان شاء الله، الميزه اللي بيستمتع بيها ان هو بيكون لي حق ان هو يحول عضويته من عضويه فرع القاهره الجديده الى عضويه كامله عامله في كل فروع النادي، وبيدفع الفرق 150 الف يعني بتبقى اللي هي بتاعت 350 الف ابتداء
اسمه نعم. اللي هو سعر العضويه العامه وقت اشتراكه حاليا يعني يحتفظ بالحق ده طبقا للائحه لمده 4 سنوات ابتداء من 1 فبراير اللي بيشتري في فرع سواء الشيخ زايد او فرع القاهره الجديده يبقى ليه حق في انه يعمل يستكمل الادويه العضويه كامله بالسعر الجديد بقى اللي هو 500,000 جنيه. طيب يعني من الواضح جدا ان هناك اقبال شديد على عضويه النادي الاهلي خلال هذه الفتره، الناس عايزه تلحق يعني ان هي تدفع 350,000 جنيه قبل ما تدفع ال 500,000. يعني انا لا تتخيل منظر النادي الاهلي في الجزيره في خلال الايام الماضيه ولغايه النهارده، احنا النهارده لسه مخلصين من شويه وما زال لغايه من فتره بسيطه يعني موظفي الاشتراكات في النادي على راسهم الامانه كل اداره الاشتراكات بالعاملين في النادي كم مجهود غير طبيعي بيبذل. يعني اداره الاشتراكات قدام عز حلمي والجميع السمى اللي موجودين هناك كم مجهود غير طبيعي، عايز اقول لحضرتك كل يوم بيسهروا عشان لاتمام الشغل اللي بنعمله في لجنه العضويات مع يعني المفترض اللجنه بتبقى الاستاذ ابراهيم الكفراوي رئيس لجنه العضويه. نعم. انا متواجد معاه يعني فبنقسم ما بيننا اللجان، لا تتخيل كم من طلبات العضويه النهارده كان بالمئات موجودين في النادي، امبارح نفس الحكايه. وعايز بس اطمن الكل عشان في اقبال غير طبيعي موجود في النادي، ويعني في زحام جامد جدا على موضوع الادويه عشان الفترات اللي هتحصل من اول فبراير. اي حد طالب لادويه النادي بكل انواعها اللي هيشتري استماره لغايه اخر يوم في الشهر ده ان شاء الله ان شاء الله هيتعمل لهم لجان ادويه في خلال الشهر ده، يعني متواصلين حتى نهايه الشهر. نعم. في العمل ده كل حد ان شاء الله هيشتري استماره عضويه هيتعمل له لجنه ان شاء الله الشهر ده. استاذ طارق هل ان هو اتفضل بالفرق ده قبل الشهر الجديد، هل هناك استراتيجيه معينه للوصول لعدد معين من الاعضاء خلال هذه الفتره؟ هو ريدي عندنا في قرار الجمعيه العموميه اللي هي في بيبقى عدد يعني مثلا القاهره الجديده 12,000 عضو، عندنا عضويه يعني محدده بقرار الجمعيه بقرارات الجمعيه العموميه. نعم. بيبقى طبعا لما بيزيد عن عدد معين او بيبقى في امكانيه ان بامكانيات النادي بنرجع تاني للجمعيه العموميه. الحمد لله اللي بيميز النادي الاهلي سواء طالب الاعضاء الجدد او كده ان في سيستم معين بيجرى يعني الحمد لله من ساعه ما جينا بالقائد كابتن محمود الخطيب وكان من اول جلسه تشكيل لجنه للعضويه، ودي بيبقى برضه مخزاها مباشره اللي هي حته المقابلات الشخصيه، ان يبقى دايما اللي بينضم جديد للنادي الاهلي ضمن النسيج بتاع النادي الاهلي، يعني بنحافظ على عائلة النادي الاهلي. نعم. عائلة بالظبط كده، عائلة النادي الاهلي في اختيار الاشخاص اللي بنشرف بيهم اعضاء جدد للنادي. بالمناسبة الحته الشخصيه اللي احنا فيها برضو يعني في حاجه قلناها قبل كده وبنكررها ان اعضاء الشيخ زايد اللي اشتركوا الشيخ زايد انشئ في 23/3/2015 كان وقتها كابتن اسلام اشتراك العضويه العامه في النادي كله اللي هي دلوقتي 350,000 كان وقتها ب 120,000 جنيه لغايه 30/6 نعم في 6/2015 من 1/7/2015 بقت 250,000 جنيه. فاخواتنا في الشيخ زايد اللي اشتركوا في الفتره دي يحق ليهم 4 سنين بقى يعيد من تاريخ اشتراكه، لان احنا في اللائحه خليناها بدل 3 سنين 4 سنين، يحق ليهم في خلال 4 سنوات ان هو يحول ادويته العضويه كامله، يدفع فرق السعر بس اللي هو كان وقتها حوالي يبقى 50,000 جنيه بس، يعني هو دافع 70,000 جنيه للشيخ زايد في الفتره دي، يدفع 50,000 جنيه ويقعده في النادي كله. فبرضه يعني في اخواتنا منهم بيجوا من اعضاء الشيخ زايد بيعملوا الكلام ده، وفي مجموعه طبعا يبقى فرصه بالنسبه ليهم ان هم يستكملوا الكلام ده
في الفصائل اللي احنا اللي شغاله دلوقتي. يعني اعتقد ان اللائحه دي يعني شالت اللبس اللي كان موجود الفتره اللي فاتت يا طارق بيه. لغايه 23/3/2019 دي نهايه الاربع سنين. يعني لغايه وهكذا يعني. دي ان هو بيدفع الفرق اللي هو الفرق 50,000 جنيه بس. فالعدد اللي موجود برضو اللي عمل الاشتراك ده في وقتها من الشفافيه عندنا ان احنا بقى لنا فتره يعني بنقرر ان دي الحق ان يجي يستكمل بالسعر ده. فالحمد لله في لائحه بتنظم حقوق الاعضاء بكامل الاوجه بتاعتها. في نادي بمقراته بمقره الرئيسي بفروعه خليه انشاءات وكم من الاعمال اللي النادي نفسه بتحس فيها ان تم استفاده للاعضاء الناحيه الاجتماعيه والانشائيه والرياضيه غير طبيعي. طبعا زائد براند النادي الاهلي نفسه. فاعتقد ان هو يساوي اكثر من كده بكتير. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه ودايما تفضل موجوده الانشاءات لانه مهم جدا لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي ان هم يشوفوا مستوى الانشاءات داخل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه زي ما حضراتكم وعدتوا في بدايه وجودكم كمجلس اداره. معانا الاستاذ طارق ولا قفل؟ معاك كابتن سلام. اتفضل يا استاذ. الحمد لله الانشاءات ماشيه الحمد لله بسرعه وفي مواعيدها المرتبه. احنا لسه قريب كان في افتتاح صاله الجمباز. يعني على مستوى الثلاث سواء مدينه نصر او الجزيره او الشيخ زايد الحمد لله الامور ماشيه اعلى ما يكون. وان شاء الله فرع القاهره الجديده بمجرد استلام التخصيص اللازمه على طول من الجهات الحكوميه سنه ونص تكون المرحله الاولى منتهيه بفرع القاهره الجديده ان شاء الله، اللي هي المرحله بتاعت افتتاح يعني ان شاء الله من تاريخ استلام الترخيص ان شاء الله. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. مهمه صعبه ماشيين في كل الاتجاهات، يعني كوره، سله، هاندبول، كره ميه، كل حاجه. يعني احنا لسه كنا مع الكابتن خالد بنتفرج عليه معاه مجموعه من كره الماء، وفي كل حاجه الحقيقه الدنيا ماشيه بشكل كويس. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا استاذ طارق. والنادي الاهلي يستحق مننا ده واكثر من كده كمان. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. و